خوتي خواتاتي، كي درتو لاباس عليكم؟ بخير مزيان، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والرزق والتيسير ان شاء الله. وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش ديروا لايك. كتشجعوني بزاف باللايك، مرحبا بكم، يا الف مرحبا. اللايك تساعد بالفيديو باش يزيد ينتشر اكثر واكثر، ومرحبا بكم، يا الف مرحبا. دابا 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 دير لايك، يلا هانتوما معايا البنات. تجب عليكم هاد البلاصه هادي كلها خاويه، حيت كيف ما كتعرفوا دابا رمضان كتبغيو هاد البوطاج، يعني كنستغلوه. شديت هنايا، خديت طبله صغيره كيف ما كتشوفوها، هي الطبله ديجا كنت حاطها في الكوزينه حيت لها الكراسه، وحطيتها هنايا ما بين الثلاجه والبوطاجي باش كتجيني ساهله، واي حاجه طيبتها كنعاود نحطها هنا باش كيبقى لي اتساع هنايا فوق بوطاجي. وهانتوما معايا دابا غادي نبداو على بركه الله نوجدوا البريوات. كناخذ هنايا المقيله ديالتي، كندير فيها شويه الزيت البلديه ولا الروميه، شوفوا نتوما اللي بغيتوا. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما درت شويه الزيت البلديه ودرت عليها ديك البصله ديالتي اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نضيف دابا لادان. تقدروا تعوضوا لادان بالحوت، تقدروا تعوضوا بالكفته، تقدروا ما ديروش، على حساب وصافي. شوفوا نتوما شنو عندكم في الدار، تقدروا تعوضوا بالدجاج، على حساب نتوما شنو عندكم في الدار. خدموا غير داكشي اللي عندكم في الدار وصافي. صافي كنديروا على هذا الشكل هذا، كندير لي شويه د البزار وشويه ديال الملحه. ودابا غادي ندوز باش نقطع فليفله وحده وخيزويه، تقدروا ديروا حتى القرعه، تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتوا. انا غادي ندير خيزويه وحده وفليفله وحده، غادي نقطعهم، غادي نقطع فليفله رقيقه وخيزويه غادي نحكها ونرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما تشحر لي شويه البصله مع ديك لادان، غادي نزيدو هنايا خيزويه او جزاره محكوكه على هذا الشكل هذا. لاد عندكم ديروها، ما عندكمش تقدروا ما ديروهاش، غير هي زعما مزيانه وصافي. بالخصوص الخضر، ندخلوا الخضر في الماكله هذه الوقيته هذه مزيانه ديما، ماشي زعما غير هذه الوقيته. عندي هنايا واحد فلفله مقطعه رقيقه، تقدروا نتوما ديروا حمراء، تقدروا ديروا، المهم انا بالنسبه للخضره درت داكشي اللي عندي. بعد ما الا كانت عندي الخضره كندير الخضره كلها، بحال دابا عندكم القرعه خضراء، عندكم هذا ديروها حتى هي قرعه خضراء، حتى هي كتجي زوينه. صافي غادي نخلي هادشي يتشحر شي شويه. بالنسبه للعطريه تقدروا تكتفيو غير بالبزار والملح اللي درت في الاول، وتقدروا تزيدوا شويه. انا كنزيد عليا العطريه، غادي نزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، وشويه صافي هادشي اللي غادي ندير. ودابا كيف ما كتشوفوا الخوت شي شويه، وغادي نخليها العافيه مهيله طيب مزيان، وطيح ديك الخضره، طيب لي الخضره مزيان صافي. وغادي نطفي عليها. دابا غادي ندير الشعريه الصينيه. بالنسبه للشعريه الصينيه انا كنستعمل هذه ديال الرز، ها هي الشعريه الصينيه بالارز، هذه زوينه احسن من الاخرى، هي اللي كندير انايا. غادي نديرها في المغليان يكون الماء طايب يعني سخون، وغادي نضيفها عليها ونخليها حتى غادي تطلق لي على ما توجد ديال الحشوه باش ندوز نعمروا البريوات ديالنا. ودابا غادي ندوزو نوجدوا الخبزات اللي معمرين. كما كتشوفوا درت هنايا بصيله قطعت على هذا الشكل هذا، ودرت هنايا شويه الشحمه ديال الكلوه، غادي نخليهم هكا، ما غادي ندير لهم لا زيت لا والو، غندير لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نخليهم يتشحروا شي شويه، وغادي نضيف عليهم فليفله وحده مقطعه رقيقه وخيزويه محكوكه. نتوما تقدروا تزيدوا الكفته، تقدروا ديروا شحال من حاجه يعني لادان الكفته اي حاجه، لادان بالحق لادان ولا هذا، قطعوه رقيق باش يجيكم ساهل ملي تجيو باش ما تقطعش لكم العجينه. هنا غادي ندير انايا غير فليفله والخيزو والبصله والشحمه فقط، وغادي نشحرهم مزيان وغادي نعمر. خويا الخوت هي ديك الشعريه الصينيه كيف ما كتشوفوا، راه ما درتهاش كلها، درت وحده صغيره ودرت غير النص ديالها.
غادي نضيف على داك لادند مع الخضره، هانتوما ها هي، وغادي نحك على شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج احمر. تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش، شوفوا نتوما اللي عندكم في الدار ديروها. ندير هذا شويه ديال الموتزاريلا، شويه ديال الفرماج احمر. صافي الله يجعل البركة. هنايا بالتالي كتكون الحشوه ديالتي وجدات. هنا كندير شويه معلقه صغيره ديال الطحين مع شويه ديال الماء باش غادي نسد البريوات. غنمسح سطح العمل باش غادي نخدم فيه. ديجا القرانيه الله حليتها دابا، يعني راه باقا يعني ما ناشفه ما والو. بالنسبه للبريوات انا كنديرهم شي شويه كبار، ما كنديرهمش صغارين. نتوما تقدروا ديروهم صغار وتقدروا تدخلوا حتى ديروهم هكا يا سيجار او لينيم، كيجيو تاهما رائعين. هادو اللي في الجناب هادو اللي كنحيد راه ما كيضيعوش، كنقليهم وكندير فيهم هكا شويه ديال العسل، كيجيو رائعين كيجيو زوينين. نبداو دابا على بركه الله. بالنسبه للجهه الحرشه هي اللي غادي تكون هنايا، والجهه الرطبه هي اللي كتكون على برا. ناخذ معلقه صغيره او معلقه كبيره وغادي نبدا ندير في الحشوه ديالتي، راه كيجيو رائعين. نتوما تقدروا ديروهم صغار، انا يا صغار غادي ياخذوا ليا غير الوقت، غير يشدوا ليا الوقت بزاف، داكشي علاش كنديرهم شويه كبارين باش دغيا دغيا كان دغيا دغيا كنسالي، ما كنتعطلش بزاف. الشكل هذا نقطع من هنا شي شويه باش ما تجيش باش ما كتجيش هكا يا خارجه بزاف، وكنسدهم داك الطحين صافي. كنحطها هنايا كنبقى غادا كنكمل الكميه كلها اللي عندي وغادي نرجع لكم ان شاء الله. راه كلشي كيعرف يصايبهم وكلشي كيعرف يوجدهم، داكشي علاش ما درتش معكم كل حاجه بوحديتها، حيت ديجا راه ما شاء الله كلشي كيعرف يصايب هادشي هذا. كيفما كتشوفو كنبقى غادا هكايا كنعمرها، وكنبقى غادا هكا في الاول كنزير شي شويه باش ما كتبقاش مرخوفه، ما حما كنحاولش هكا نزير بزاف باش ما تقطعش ليا. صافي هنا كنحاول نحيد دوك الجناب صافي، وكنسدها بداك الدقيق. تقدروا ديروا حتى الصفر ديال البيض، الدقيق كيجي حسن. صافي كنبقى غادا هكا حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله. الخوت كيف ما كتشوفوا البريوات ديالي من بعد ما عمرتهم نحطهم دابا على الجنب حتى غادي نبغي نطيبهم. انا حكيت شويه ديال الفرماج احمر مع الموتزاريلا خلطتهم. وبالنسبه للعجينه راني عجنت قبيله، عجنت العجينه منها مخامر ومنها كل شيء، وحيدت منها شويه، هي غادي نقرصها دابا هنايا. درت هنايا الزرع، انا كندير العجينه هكا كنحيدها من العجينه ديال الدار وكنديرها، كتجي رائعه وكتجي هشيشه. جربوها وما كتاخذش لنا وقت بزاف، يعني عجينه وحده كنحيدو منها الخبز وكنحيدو منها هكايا عجينه بيتزا وكنحيد منها مخيمرات، كتجي زوينه. دابا غادي ندهن شويه لاطاج، دهنتها شي شويه بالزيت البلديه زيت الزيتون، وغادي نطلقها هكايا صافي. الفران انا درتو كيدخل الفران، غادي ندخلها طيب نص طيبه ونرجع ليكم. كما كتشوفوا درت هنا واحد الفليفله هنايا كتشوى غير وحده، المقله درت فيها شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير شويه ديال البصله تقريبا بصله صغيره ولا نص بصله، غادي نخليها تشحر شي شويه، وغادي نزيد عليها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وديك الكفته اللي عندي هذه اللي غادي ندير في البيتزا.
تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو والقياس اللي عندكم، وتقدروا ما ديروهاش، ديروا غير هكا بصيله وديروا غير فليفله وشويه ديال الفرماج، حتى هي راه كتجي زوينه وكتجي رائعه. هنا غادي نزيد على بالنسبه للعطرين نزيد على شويه ديال البصل وشويه ديال الملح. صافي كنخليها هكايا حتى كتشحر ليا مزيان، وندوزو نوجدو في لاصوص. بالنسبه للمطيشه كنخليها انا يبقشورها وكنطحنها، تقدروا تزيدوا معاها شويه ديال الثومه، راه كتعرفوا دابا رمضان ما يعني مكروه الثومه، ما غاديش ندير كاع الثومه. صافي غادي نطحنها وندير لها شويه ديال العطريه شويه شويه، وتقدروا تكتفيوا غير بالبزار والملحه، انا كندير شويه شويه من العطريه. الكفته ديالتها هي من بعد ما طابت ها هي، حطيتها هنايا على جنب، هزيت ديك المقله اللي ما غسلتهاش حيت ديجا طايبه فيها غير ديك الكفته، درت فيها شويه ديال الزيت البلديه يعني زيت العود، وغادي ندير ديك مطيشه اللي حكيت اللي طحنت قبيله. غادي نضيف عليها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم، نتوما تقدروا تكتفيو غير بالملح والبزار، انا غادي ندير شويه شويه من العطريه. وبالنسبه كاين اللي كيدير فيها مطيشه الحك تقدروا تزيدوها فيها، انا ما كنزيدهاش فيها، كتجيني هكا كتجيني حامضه، كنفضل ندير غير مطيشه بوحدي تاع هكا احسن. بعد ما هزيت العجينه ودمتها بديك لاصوص وزدت هذيك زدت شويه ديال الفرماج، مخلط الفرماج الاحمر مع، بالنسبه للفرماج انا كنخدم بموتزاريلا مزيانه وكنخدم بفرماج الاحمر ديال التاج هو اللي كيعجبني انا بزاف، كندير لاصوص مع فليفله مقطعه مشويه خضراء، وكندير الكفته ديالتي وكنزيد الفرماج من الفوق، وصافي حتى غادي يقرب يأذن وعاد غادي نشعل عليها الفرن. صافي هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، صافي نحطها دابا على جنب حتى يقرب يأذن وعاد غادي نشعل عليها الفران. كما كتشوفوا يا البنات ها هو داك العجينه اللي عجنت قبيله، هاي راها خمرات، راني هزيت وحده منها قبيله هي اللي درت بها البيتزا، ودابا غادي نعمر المخيمرات ديالي. في نفس الوقت غادي ندير مخيمرات هكا خاويين يعني اللي بغى يدوز بهم هكا شي حاجه، هنا شويه ديال الدقيق الزرع باش غادي نقرص، وهنا ديك الحشوه ديالتي باش غادي نعمر مخيمرات. هنا راه كيف ما شفتوا قبيله الشحمه والبصله وفلفله وخيزو والعطريه، تقدروا تزيدوا الكفته باش ندير الكفته حيت ديجا دايره بيتزا دايره فيها الكفته. هنا غادي نحطهم على جنب، راه خليتهم خمروا كلشي، داكشي باش زوينة الطبلة لي درتها حدايا عاونتني بزاف كاع. نصبق هادوك لي غادي نديرهم خاويين هما اللولين وعاد نعمر الخريف. كتشوفوا هاي الاولى غادي ندير فيها العمارة الوسط، هنا بغيتو تعمروهم بزاف، بغيتو تعمروهم غير شويه على حساب، وكيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا شويه ديال الحار، انا حيت بنتي باقا تاكلش الحار داكشي علاش حيت باقا صغيره هكا، كنجمع معاك بحال شكل شي كموسه. صافي كنضغط عليهم هكا شي شويه بيديا، كنرش شويه ديال الطحين صافي، وكنقرصها عادي. تقدروا ديروا ما كطيبوهم في المقله كمخيمرات، تقدروا تدخلوهم للفران كيجيو زويونين. صافي ونبقى غادا بحال هذا الشكل هذا، حتى غنكمل الكميه كلها اللي عندي، ونخليهم دابا يرتاحوا واحد ربع ساعه 15 دقيقه وعاد غادي نبدا نطيب فيهم.
هما المخمرات من بعد ما وجدوا خليتهم خمروا ربع ساعة 15 دقيقة، وطيبتهم في مقيلة ثقيلة. راني شاكت معاكم كيفاش كنطيبهم، كيجيو رائعين، انا كيعجبوني كيجيو عامرين من الداخل. وهاي البيتزا ديالتي من بعد ما وجدات، والبريوات حتى هما من بعد ما وجدوا قليتهم في الزيت، تقدروا نتوما تدهنوهم بالزيت وتدخلوهم الفران. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ورمضان مبارك سعيد، وبسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.